يسعد صباحكم ومساكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتم تتابعون أولى حلقات برنامجنا وبرنامجكم راديو رومانو. أحب في أول حلقة أرحب بزميلي في هذه الحلقة وفي كل حلقة، المعد والمقدم سيف العبيدي. أهلا وسهلا فيك سيف. أهلا وسهلا بك جون وبكل مستمعينا الكرام. قبل ما نبدأ محاور حلقتنا أحب أعرفكم بعجالة عن نظام البرنامج اللي راح يكون ملخص أسبوعي لأهم الأحداث والتصريحات وتحليل المباريات الخاصة بنادي روما تحديدا وبعض الأمور المتعلقة في الكالتشو، راح نتناولها من خلال نقاش مفتوح بين المقدمين وضيوف البرنامج المستقبليين. وطبعا أذكركم باللايك والكومنت والاشتراك في القناة والشير إذا كان هذا المحتوى بنظركم يستحق النشر. والآن مع أول محاور حلقتنا الأولى من راديو رومانو مع سيف العبيدي، تفضل سيف. أولى محاورنا لهذا اليوم ستكون عن ملخص شامل لمباريات روما في شهر أكتوبر، مباريات خاضها النادي العاصمي بحلوها ومرها، كان بها سلبيات وإيجابيات أعتقد الأغلب تابعها. نحب دائما نحن نبدي بالإيجابيات حتى لا نفقد الروح المعنوية. الإيجابيات هو تألق بلغريني، مثلا تألق للظهير الأيمن كارلسوب، عندنا أيضا برس في بعض المباريات. يجوز يختلف وياي أغلب المستمعين الكرام بأنه يشوفون مشكلة روما بالأظهرة. أنا أشوف شخصيا يعني روما مع عودة سبينازولا سيكون عندها ظهيرين ممتازين، في حال أنه روما قدر يعزز يعني فريقه في الميركاتو الشتوي بظهير أيمن. السلبيات أغلبنا تابعنا المشاكل اللي صارت في روما. الثبات على التشكيل ذات سلبية كبيرة بوجهة نظري، الاعتماد على عدد معين من اللاعبين، يعني قوامة 13 لاعب أو 14 لاعب لا أكثر. الخط اللي ما اعتمد عليه مورينيو بصورة كبيرة، هذه أغلبها مشاكل. ولا تشون شوف هذه المشاكل يا جون؟ أنا بالنسبة لي متفق معك إلى حد كبير، يعني الإيجابيات قد تكون معدودة وبسيطة جدا، مثل إعطاء الثقة لبعض اللاعبين على حساب الآخر، مشكلة دكة البدلاء أو ضعفها مقارنة باللاعبين الأساسيين لربما كانت واحدة من السلبيات اللي ستعاني منها روما حتى الصيف المقبل على أقل تقدير، أو لربما حتى في يناير سننتظر لكن لن نستبق الأحداث، في يناير لربما يكون هناك شيء من الدعم في خلال الشتاء. ولكن أنا أعتقد من وجهة نظري أنه خلال فترة شهر أكتوبر تحديدا وملحق فيهم مباراة فينيسيا، أعتقد أنه كانت مباريات لربما سلبياتها أكثر من إيجابياتها بكثير. وربما أتفق معك أيضا بمسألة ثبات التشكيلة، ولكن كانت سلاح ذو حدين. لربما في السنوات السابقة كنا نعول أنه مدرب روما يثبت على تشكيلة، ولكن مع الإصابات مع تفاوت المستوى كنا دائما نلاحظ أنه هناك تغيير مستمر في التشكيلة، ولكن الآن الوضع مختلف، هناك ثبات في التشكيلة ولكن لا يوجد هناك لاعبين في دكة البدلاء يمكن التعويل عليهم، وحتى من هو يعتبر لاعب يمكن التعويل عليه ولكن ليس بذلك المستوى الذي يرضي جوزيه مورينيو. لذلك أنا دائما أقول أنه فكرة أن يتواجد 13 أو 14 لاعب فقط يتم الاعتماد عليهم في التشكيلة الأساسية، هذا سيكون له تأثير سلبي وسلبي جدا على الفريق على المدى البعيد، خاصة مع ضغط المباريات. الإيجابيات ربما كانت يعني محدودة وذكرتها، من ضمنها تطور مستوى كارسيدورب شيئا ما، تطور مستوى بيليغريني الأكثر
يعني لربما هو الأفضل على مستوى الفريق، ولاعب أصبح محوري وجوهري في تشكيلة روما. ربما بعض الجماهير لديها شيء من الملاحظات القاسية على اللاعب، ولكن على الأقل خلال هذا الموسم يمكن تتفق معي أنه بيليغريني من أفضل اللاعبين المتواجدين على مستوى صناعة اللعب، على مستوى تسجيل الأهداف. أيضا كان لربما السبب في الفوز الوحيد لروما في شهر أكتوبر، كان الفوز اليتيم أمام كالياري. لذلك أنا أعتقد أنه حتى على مستوى تطور بعض اللاعبين هو تطور طفيف جدا، يكاد يكون يعني ليس ملموسا بشكل كبير. فعلا يعني على لربما العكس تماما. خلاصة هذه الفترة لربما كانت يعني فترة غير متوازنة على الإطلاق، وسلبياتها كانت أكثر من إيجابياتها. حتى الإيجابيات اللي حضرت على مستوى التكتيك، على مستوى تغيير اللاعبين، على مستوى تغيير الخطط، شاهدنا بعض اللاعبين لربما مستواهم كان أفضل، مثل إيبانيز الذي تطور في الفترة الأخيرة وكان من أفضل اللاعبين في رفع المستوى. لكن وباتريسيو أيضا إذا أردنا أن نعطيه أيضا حقه، كان سبب في الفوز أمام كالياري، الفوز الوحيد لروما في أكتوبر. حتى في يعني مباراة نابولي أيضا ظهر مستوى إيبانيز وباتريسيو واضح، يعني فعليا فعليا واضح. صحيح صحيح. لربما مع كثرة النتائج الغير إيجابية، مباراة نابولي كانت يعني صعب جدا أنه نوصفها بالإيجابية، لكن هي إجمالا كانت إيجابية بحكم أنك كنت أول فريق، رغم أنك تتعرض لشتى أنواع النتائج وتستقبل اللعب بشكل مبالغ فيه، ولكن مع ذلك كنت على الأقل صلب وثابت الأقدام في الأولمبيكو أمام خصم هو الأثقل والصعب، خاصة أنه الأفضل على مستوى إيطاليا في الوقت الحالي، لربما هجوميا ودفاعيا نابولي إن لم يكن من بين الأفضل فهو الأفضل في إيطاليا مع مدرب متمرس مثل سباليتي. أتوقع تتفق معي بهذه الجزئية. أكيد أكيد أتفق معك جون بجزئية أنه نابولي أفضل فريق كمستوى حاليا فردي وجماعي في إيطاليا. استطاع روما أن يحجم لاعبين نابولي، أن يختفي بعض اللاعبين وما يقدمون المستوى المعهود. خط وسط نعم نابولي عانى كثيرا أمام لواعيب روما. إيبانيز قدم مباراة يعني ممتازة ذاك الوقت، حتى صحيح باتريسيو أعتقد لولا جزئية الهجمة زانيولو اللي ضاعت بغرابة، إلا كانت النتيجة احتمال مغاير، كانت النتيجة تصب بمصلحة روما. مثلا نعم روما أضاع بعض النقاط اللي ما نقدر نقول عليها سهلة، بس مباراة كانت يعني بالمتناول، يعني مثل مباراة فينيسيا أو حتى مباراة الميلان. الميلان روما قدم شوط ثاني أكثر من رائع، لكن بعض الأمور خارج إرادة الفريق، أمور تكتيكية بسيطة هي اللي منحت الفوز للميلان. يعني نعم ضاعت 3 نقاط كانت ستكون سهلة، لو يعني كانت ستحسن من وضع الفريق أكيد بالوضع الحالي، وتجعله بمركز أفضل من المركز السادس اللي أنهى به شهر أكتوبر، اللي أشوفه كان شهر سيء سيء للغاية. يعني والدليل أنه نعم مورينيو تحصل على جائزة التعبير الذهبي، وصحيح وما أخذها، ولا هي جائزة يعني هزلية يعني، بس استحقها صراحة لهذا المستوى. إصرار على عدم إشراك بعض اللاعبين، إصرار على الثبات بالتشكيلة. ما أعرف صراحة يعني هل هو يريد يثبت للإدارة إنه الفريق بخلل كبير، هل يريد يثبت للجماهير إنه باقي اللاعبين ما يصلحون إنه يكونون لاعبين أساسا في روما أو حتى في الدوري، لا يستطيعون التغلب على متصدر الدوري النرويجي. يعني الدوري النرويجي دوري مو ذكرها بعد الخسارة أمام بودو جليمت، أي. هناك لاعبين لا يصلحون حتى للعب في النرويج، رغم فعلا أنه كان التصريح في شيء من
من الإجحاف بحق اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الموسم حتى كبدلاء في آخر 10 دقائق، ولكن شاركوا في مباراة واحدة. كأنك تدخل بظروف جنود صعبة، عزل كأنك تدخل بظروف جنود صعبة عزل بدون سلاح إلى ساحة المعركة، فعلا. فكانت صراحة سلبية بحق اللاعبين. يعني كانت وصمة عار على اللاعبين، ولكن مورينيو لربما أيضا لربما بعض الجمهور قد يتفق أنه بالغ في عقاب اللاعبين، ولكن على أمل أن هذا العقاب يكون لننظر له بطريقة مختلفة. النصف الممتلئ من الكأس، وهذا سيترتب عليه المحور التالي الذي سنتحدث به، وهو أنه النصف الممتلئ من الكأس يقول أن لربما هذا الشاب يستفز من قبل مورينيو وتصريحاته وتصرفه، بحيث يقنع المدرب من خلال التدريبات، من خلال المشاركات البسيطة، أنه يستحق أن يكون متواجد، علما بأنه تصريحات مورينيو حتى بحق فيار مثلا أو مايورال أو دياورا أو لاعبين آخرين كانت إيجابية نوعا ما، خاصة بعد مشاركتهم في مباراة بودو في الأولمبيكو. كانت مباراة الإياب، أشرك عدد من اللاعبين البدلاء من ضمنهم فيار، وذكر أنه لا زالت لديه ثقة بهؤلاء اللاعبين حتى وإن كان هناك هزيمة أصبحت هي عبارة عن جرح أثر لن يغيب، لا في الموسم الأول ولا حتى في المواسم الأخرى، لأنها في النهاية كانت أكبر هزيمة في تاريخ جوزيه مورينيو التدريبية. أكيد أكيد، 6-1 مع فريق من دوري مغمور، مع كامل الاحترام للدوري النرويجي، لا مقارنة أساسا مع روما. يعني الدوري النرويجي صحيح. يعتبر دوري ضعيف بالنسبة للمقارنة بالدوري الإيطالي، حتى وإن لعب روما في 9 لاعبين بوقتها، 9 لاعبين من الخط الثاني ما كانوا يلعبون بصورة مستمرة ولا حتى على الاحتياط. يعني تسعة مفتقدين لاعبين للانسجام، للتفاهم، للمشاركات. يعني شارك بوقتها فقط إيبانيز وباتريسيو من الفريق نعم الأساسي اللي شارك في كل صحيح. مباراة. أنت عندك فريق خاسر بهدفين لهدف في الشوط الأول، وعندك مباراة صعبة نهاية الأسبوع. يعني ما كان المفروض أنه أنت يا أما تعطيهم فرصة حتى يكملون المباراة، يا أما أنه تخليهم يعني ما تخليهم يطلعون وتعتمد على الأساسيين وتعتمد على اللاعبين الأساسيين وتعبهم، وعندك مباراة مع في اليوفي. النهاية أنت دفعت الثمن أيضا في نهاية المباريات دفعت اللاحقة أيضا. فعلا فعلا، أنت دفعت الثمن غالي. يعني أنت خسرت بنتيجة كبيرة، رجعت خسرت بالدوري، يعني نتائج تواضعت، اللاعبين تعبوا وأثر على مستواهم. مختاريان، بريتو، كريستانتي، جميعهم لاعبين يعني بطاريتهم نفذت، انتهوا، نعم لازم صح استراحة. صح والدليل انه صحيح. الشعراوي بآخر كم مباراة، الشعراوي رجع ياخذ مكان اساسي على حساب مختاريان. مختاريان صحيح، الآن تراجع بشكل مخيف. نعم يعني نعم خارج حسابات مورينيو، من افضل لاعب عندك بالموسم الماضي، هداف الموسم الماضي، توب اسيست، اعتقد يعني نعم اذا ما خانتني الذاكره كان هو الهداف والتوب اسيست في الموسم الماضي. تاريان هذا الموسم ما عنده اي ارقام تشفع له انه يبقى اساسي. كذلك الحال نعم بالنسبه لفيريتو. الموسم الماضي كان من ضمن يعني من افضل لاعبين الدوري، يعني ما عنده نعم اي لاعب يحلم به صح نصف أندية أوروبا بالموسم الماضي. هذا الموسم ما بين، لأن يعني مورينيو معتمد عليه بالعمق أكثر مما معتمد عليه مثل ما كان غارسيا يعتمد عليه كصانع ألعاب خلف المهاجمين. مورينيو حجم دور فيريتو. أنا برأيي الشخصي المقصد هنا كان الفرق بين نسخة فيريتو ونسخة فونسيكا في الموسم الماضي، اللي كان هداف وكان من أفضل صانعين الأهداف أيضا في روما. كانت النجاعة الهجومية أكثر، وفي نفس الوقت كان اللاعب أيضا كارتكاز كان يؤدي الأدوار في التغطية في مساندة الدفاع، كان أيضا واحد من أفضل اللاعبين. ولكن أكيد. افتقاد للمساند قصدك هنا،
أنه لا يوجد هناك محور دفاعي صرف أو بحت بإمكانه أن يعطي الحرية أكثر لفيريتو، صحيح؟ بالفعل جون، الموسم الماضي كان مع فيريتو لاعب محور دفاعي صرف، لاعب واجبات دفاعية، أعطى الحرية الكاملة لفيريتو بالتقدم إلى الأمام، لاعب خصائص دياوارا في المباريات اللي غاب دياوارا عنها كان يعوض فيها. هذا الموسم افتقد روما لهذا اللاعب. كريستانتي الموسم الماضي أغلب الأحيان كان يلعب كقلب دفاع ثالث مساند في خطة 3 نعم 5 2. نعم فيريتو هذا الموسم حاول مورينيو أن يثبته في الواجبات الدفاعية، جعل إلى جانب كريستانتي. الفريق خسر لاعبين بمركزين مختلفة الموسم الماضي. كريستانتي رغم الملاحظات الكثيرة اللي عليه، لكن قدم مباريات جيدة نوعا ما في المحور الدفاعي. دياوارا كذلك، فيار في الموسم الماضي، هذا السبب كانوا اللي يؤدون الغرض بين ظفرين. بين الظفرين، خلوا حرية تحرك لفيريتو، يتحول إلى صانع ألعاب مباشرة، يتحرك إلى مناطق الخصم، يعمل أسيست، يسجل أهداف. هذا الموسم بواجباته الدفاعية خسر روما لاعب، بل خسر نعم لاعبين بالأصح، لأن يعني كريستانتي أيضا صحيح لما إلى بالفعل المحور الدفاعي كلاعب ارتكاز خسر روما، خسر كقلب دفاع مساند في بعض المباريات اللي يحتاج فيها روما كقلب دفاع مساند. خسر روما نعم نعم بالاسيست اللي كان يعني ارقامهم جيده، فيريتو ولا كريستانتي بالكرات البينيه بالموسم الماضي كلاعبين يقدمون فرص محققه للتسجيل، كانت ارقامهم جيده نوعا ما. نعم دياوارا الموسم الماضي ايضا كان حجر اساسي في بعض المباريات، خصوصا بدايه الموسم بالنسبه لفونسيكا قبل الاصابه. هذا الموسم افتقد روما الان بسبب الشيء اللي دا يصير باللاعبين. بدات الجماهير الطالب لاعب وسط مساند لبيليغريني كصانع العاب. هذا الموقع يعني بوجهه نظري الشخصيه فيريتو يقدر يسويه بكل سهوله واريحيه. يعني احنا نعم اذا نعم لا تحاول انه تبدل التكتيك تلعب بمهاجمين اثنين، اوكي راح تخسر الاجنحه، الشيء اللي شفناه في مباراه فينيسيا على سبيل المثال، فينيسيا نعم المباراة اللي دخل بتواجد فيها شومردوف وابراهام في تشكيلة وابراهام واحدة. سويه نعم يعني سويه في خط الهجوم، خلفهم يلعب بدل ما يلعب بيليغريني فقط، يلعب بيليغريني وفيريتو نعم كمساندين للهجوم او ما يسمى سابقا براس المثلث المقلوب. طبعا الموقع هذا كان يشغله سابقا من بدايه الالفيه، كان يشغله الملك توتي، او حتى في بعض المباريات اللي لعبها كشيء قليل اللي هو ناكاتا في مباراه اليوفي اذا تتذكرون. صحيح هذا الموقع استفاد منه روما سابقا. صحيح اعتقد يعني انه سيستفاد من عنده حاليا بظل كل الانتقادات اللي دا تصير على اللاعبين بالاداء الفردي والاداء الجماعي. نعم انتقادات شملت مورينيو، قام بعض المصادر الصحفيه تطالب بالاقاله. يعني اعتقد هو موضوع مبالغ فيه جدا، يعني لحد الان احنا ما نعم لعبنا غير حاجه جوله. خليني من هذه الجزئية، بما أنك فتحتها اسمح لي أقاطعك. بما أنه الحديث كان ليس فقط عن الصحافة ولكن حتى الجمهور أيضا، كان هناك سخط كبير من مورينيو ومن التكتيك والطريقة التي يلعب بها، بالرغم من أنه المدرب تقريبا 5 أو 6 شهور فقط منذ وصوله الأول للتريغوريا. ولكن من هذه الجزئية تحديدا أنتقل معك ومع المستمعين إلى المحور التالي، وهو التصريحات اللي كانت خلال هذه الفترة، وأبرزها اللي ظهرت من أو صدرت من كابيلو وساباتيني. الثنائي اتفق على أهمية إعطاء الوقت والصبر للمشروع، الوقت للمدرب، بالإضافة إلى تدعيم الفريق في الموسم الثاني كما ذكر كابيلو في تصريحاته. طبعا سباتيني ايضا ذكر انه الفريق لم يظهر بصوره مخجله او بصوره
ليست شجاعة، حتى في أسوأ الظروف كان يقاتل على حد تعبيره، أو على الأقل يتفانى من أجل أن ينهي المباراة بأفضل نتيجة ممكنة. وأعتقد أنه اسمين بحجم كابيلو وساباتيني لن يكونا في هذه المكانة ويتحدثان بهذه الطريقة عن مورينيو وعن روما إلا إذا كان هناك وجهة نظر إلى حد كبير ليست فقط عاطفية وإنما منطقية وعقلانية في نفس الوقت. أريد تعليقك على هذا الموضوع سيف. طبعا كابيلو ولا المدير الرياضي السابق ساباتيني، واضيف عليهم حتى الملك فرانسيسكو توتي، اكثر ثلاثه دافعوا عن مورينيو بالفتره الاخيره. مورينيو بالفعل انا غابت عني جزئية توتي بما انك جبت توتي كمثال، ولكن معليش تمام، جاءت منا، يعني يسامحنا عاد الملك على نسيانه في هذه النقطة. أكيد أكيد. يعني الثلاثة أكدوا على دعم مورينيو، أكدوا إلى أنه مورينيو نعم يحتاج الوقت. مورينيو من أول يوم نعم أجا ما قال إنه إحنا راح نحقق الألقاب من أول موسم، قال أنا في مرحلة بناء، أنا عندي عقد لمدة 3 سنوات، أحترم هذا العقد. صحيح في نهاية الـ3 سنوات سيكون لديكم فريق قادر على الفوز بالبطولات. صحيح هذا الشيء اللي أكدوه باقي الأسماء الكبيرة اللي ذكرناها سابقا، كابيلو، ساباتيني، توتي، كلهم أكدوا على أنه اصبروا على مورينيو. مورينيو لا يزال في مرحلة بداية 12 جولة يا أخي، 12 جولة ما يقدر يقدم شيء. يعني وإحنا لحد الآن ما بدنا نتكلم عن السوء اللي، يعني لحد هذه الجولة الأخيرة مباراة فينيسيا، روما في المركز الرابع نعم، أمام أندية أو تحديدا في الخامس بعد ما هبط من الرابع. بالفعل. يعني أمامك أنت عندك أندية كسكواد أعلى منك، اللي هي مثلا نعم أتلانتا، يوفنتوس، لاتسيو، كلهم خلفك بجدول الترتيب، حتى فيورنتينا الموسم مقدم مستوى جيد، بس أنت مركز رابع ومو ذاك البعد الكبير. يعني كان نقطة واحدة على المركز الثالث الإنتر قبل مباراة فينيسيا. مباراة فينيسيا هي اللي خلطت جميع الأوراق صراحة. نعم، مباراة أو يعني بين كل ظفرين ظروف زادت الطين بلة، يعني بالنسبة نقدر لي. نستطيع أن نسميها زادة الطين بلة. فأنا برأيي الشخصي أنه أنا أتفق تماما قلبا وقالبا مع كل تصريحات من كابيلو، ساباتيني، وتوتي أنه لازم نصبر على مورينيو، لازم ندعم الفريق. الفريق الآن بحاجة إلى دكة كاملة. الدكة اللي عندك متواجدة حاليا ذكرناها بالجزئية الأولى، دكة ما تقدر تعتمد عليها. الفريق الآن صحيح يسعى ويحارب، خلينا نقول ب 14 لاعب، 13 لاعب لا أكثر. يعني ولا أنت شنو رأيك؟ يعني ولكن مع ذلك أعتقد أنه يمكن الفكرة اللي ممكن نستخلصها في نهاية هذا المحور قبل ما نروح للمحور الأخير، أنه هناك أسماء كفرديات لربما تكون جيدة في نظر البعض، ولكن كمجموعة أو كتكتيك يخدم الوظائف التي يطلبها جوزيه مورينيو ليست كما يجب بالنسبة لتفكير جوزيه أو للخصائص والخصال التي يبحث عنها جوزيه. ولكن مع ذلك حتى الجمهور في روما الكورف السود علقت لافتة، تصدت لما كانت تذكر الصحف حول مورينيو وحول من كان يروج عن فكرة الإقالة، أن المدرب لا يؤدي الدور المطلوب، أن مورينيو وكأنه في بعض الأحيان الجمهور أو بعض الجمهور وحتى من الصحفيين أصحاب الكلمة المسموعة دائما ما يقولون أن مورينيو هو أقل حتى من فونسيكا أو من أي مدرب آخر. أنت صبرت لسنوات مع مدربين كانوا أقل كلام من مورينيو. فعلا فعلا. انت جبت متدربين اسمائهم، يعني نعم علاقات، انت جبت متدربين مو مدربين. يعني اللي يذكر انريكي اول ما اجى، او اللي يذكر حتى غارسيا ما كان ذاك المدرب العظيم يعني جاء. كان سباليتي فقط الفتره حقق الثانيه موسم اوكي، استثنائي مع ليل بدوري استثنائي مع ليل، بدوري يعني وكاس. نعم
فعل يعني مو ذاك الاسم من تجيب مدرب حجم مورينيو، انجازات مورينيو. اوكي قد يختلف مصريين يعني الكرام وياي بهذا الجزئيه، بس اني اشوف مورينيو اضاف روما اسم كبير، نعم، لكن كانت تحتاج اسم كبير في الهجوم، في العفو، في مركز المدرب. المدرب اجى اضاف الكثير لروما، يعني كل الاصعده، نعم حتى على نعم الصعيد الالكتروني، ليس على الصعيد الاقتصادي والرياضي. يعني انا صحيح وجهه نظري الصبر ثم والتدعيم نعم بالميركاتو الشتوي، هذه ابسط طريق حصل على نتائج جيده بنهايه الموسم. وشخصيا اعتبر أعتقد من الآن لغاية الشتاء يمكن أن يحدث الأمور ظروف كثيرة يعني في روما. أكيد أكيد أنا فعلا. لربما أكون متفق معك بشكل كبير باللي تحدثت فيه عن مورينيو، ومن ناحية الصبر والإيمان والثقة في المشروع، بالتالي صعب أنك يعني تخسرها في أشهر بسيطة وتقول أنك تريد أن تكون نادي منافس. في النهاية فريدكين لديه مشروع طويل الأمد، ولو ما كان هذا المشروع يعتمد على تكبير شأن النادي، وأيضا في نفس الوقت إعطاء شخصية مختلفة للفريق للنادي، في نفس الوقت إعطاء فرصة ل مدرب محنك أن يبدأ بهذا المشروع. ومورينيو ذكر هذا الموضوع، أنه يريد أن يكون حجر من الأحجار الأساسية في بناء مشروع روما، حتى لو ما حقق بطولات مع هذا الفريق، سواء خلال 3 سنوات أقل أو أكثر. المسألة معلقة بالوقت، وهذا هو الرهان الصحيح لمورينيو وإدارة روما. ولكن بما يخص إدارة روما، سننتقل للمحور الأخير، وهو محور كانت تحدثت عنه بعض الصحف الإيطالية، ولكن أبرزها كانت صحيفة الرومانيستا، هي التي تحدثت عن جزئية ملعب روما الجديد، وهو أحد الأحجار الأساسية والجوهرية في مشروع روما فريدكين. إدارة روما الحالية تبحث عن مشروع حقيقي متين، يعمل على أساس ملعب جديد يضخ الأموال، يكون ميزانية، وفي نفس الوقت يرفع من مستوى النادي رياضيا واقتصاديا. من وجهة نظرك سيف، الآن بعد ظهور فرضية احتمالية أن يكون روما متواجدا بصفة دائمية في الأولمبيكو مع بعض التعديلات في البناء وغيرها، هل هو فعلا القرار المثالي بالنسبة لإدارة روما فريدكين، أو هو لربما يكون حل مؤقت فقط لغاية ما يتم وضع خطط بدراسات أدق مستوفية لجميع الشروط ونذهب لملعب جديد؟ أنت مع الملعب الجديد في منطقة أخرى، أم مع الاستمرار في الأولمبيكو مع تعديل البنية التحتية لهذا الملعب؟ يعني في الوضع الراهن، في الوضع الحالي مع الإمكانيات الاقتصادية، خلينا نسميها الضعيفة حاليا، يكون النادي لا يلعب دوري الأبطال، يعني موارد قليلة، الشيء الأفضل هو أن تستمر في الأولمبيكو. الأولمبيكو كان ولا يزال من بداية تأسيس نادي روما هو ملعب النادي اللي مستمر عليه، الجمهور تعود على الأولمبيكو. احتمال التعديلات أنا أفضلها، أنا أفضل شخصيا الملاعب الإنجليزية اللي يكون بها الجمهور قريب على الميدان. أنا يعني أختلف كثيرا مع العقل اللي يقول لك إنه ملعب أولمبي وميدان الساحة والميدان مضمار الساحة والميدان عفوا حول الملعب، يكون الجمهور بعيد، الجمهور كل ما اقترب من الفريق يكون حماس أكثر. الملعب إذا بقى في حال إنه يلعبون به مباريات الركبي، هذا يعني خسارة كبيرة. أنا برأيي نعم، علاج من أكثر الأمور المضرة مضرة بأرضية الأولمبيكو، اللي وصفها ساري ومورينيو أيضا بأنها من بين الأسوأ في إيطاليا، إن لم تكن الأسوأ حاليا.
فعلا فعلا، انت حاليا في عصر الاحتراف وعصر الارضيه تاثر على اللاعبين، يعني اصابات متكرره في الموسم الماضي. خرج احد المسؤولين في نادي روما قال ان سبب الاصابات هو ارضيه ملعب التدريب لتريغوريا. انت شلون تريد تلعب على ملعب لاعب بي قبلك بكم يوم لاعبين الركبي؟ اغلب اللي مباريات الأولمبيكو يخافون يشوفون اللاعبين يلعبون على هاي الأرضية. يعني كثرة الإصابات أثرت على مستوى روما، والسبب أرضية الملعب السيئة. زين، أنا كبلدية روما، كنادي روما، أريد أتفق ويا البلدية، أخرج ملعب الركبي من هذا النادي، يعني أخرج العفو نادي الركبي من هذا الملعب. أنت ما تقدر تخرج نادي لاتسيو الا اذا صار اتفاق انه تخرج لاتسيو. هاي اعتقد شويه صعبه، لان لاتسيو في هذه الجزئية لاتسيو عليه أن ولاتسيو وروما أيضا في نفس الوقت يجب على الفريقين أن يكونان خارج الأولمبيكو لفترة مؤقتة حتى يتم إعادة تأهيل الأولمبيكو، طبعا في حال إذا تم الموافقة من قبل الكوني اللي هي اللجنة الأولمبية المسؤولة عن الملعب. إذا كان هناك اتفاق مع روما قبل ذلك يجب أن يكون هناك اتفاق مع لاتسيو من أجل إيجاد ملعب بديل للاتسيو، وهو بشكل واضح بدأ بالبحث عن ملعب جديد، لأن أيضا لديه مخطط لملعب خاص مثل مخطط روما. ولكن إذا خلال فترة تأهيل الأولمبيكو كانت تصادفت مع فترة الموسم الجديد، ففي الغالب يجب نقل الفريقين أو الناديين إلى ملعب بديل حتى يتم تأهيل الأولمبيكو من خلال ما كانت طرحته الصحف، تقليل عدد المقاعد إلى ما يقارب 50,000 مقعد، بالإضافة إلى إنهاء موضوع المضمار الذي حول العشب الأخضر، المضمار الشري. بكل تأكيد مسألة أيضا ستحتاج من روما صرف المزيد من الأموال، ولكن في نظر بعض النقاد أو بعض المحللين أنك تصرف على ملعب جاهز، بنية تحتية موجودة كأساس، ولكن أنت بحاجة فقط إلى تطويرها وتقويتها، لأن من زار إيطاليا يعلم تماما أن الملاعب الأولمبية ليست مثلا مثل ملعب سان سيرو. ملعب سان سيرو ربما يعتبر بدرجة أفضل أو أعلى قليلا من الملاعب الأخرى الإيطالية. ملعب اليوفي بحكم أنه ملعب جديد لكنه لا يدخل في هذه المقارنة، لكن الملاعب القديمة أو الملاعب الرئيسية للمدن الإيطالية كلها بحاجة لإعادة تأهيل وترميم كلها لنادي الأولمبيكو. الإيطالية تحتاج إلى تأهيل. يعني أنت بالضبط خارج بالضبط، هي لا تختلف كثيرا، ولكن مع ما كانت تتحدث عنه مثلا، الصحف. نعم أكيد بالفعل، يعني البنية التحتية الإيطالية، آسف على المقاطعة، ضعيفة، يعني لا مقارنة مع مثلا أندية البوندسليغا. إيطاليا أوكي، يعني آخر بطولة كبيرة أقيمت على أرضها بال90 اللي هي بطولة كأس العالم، اللي بوقتها بنت ملاعب جديدة وحسنت ملاعبها. إيطاليا بعدها ما حصلت على بطولة، ما صار عندها فرصة. ولما صارت عصر التكنولوجيا والبث التلفزيوني وجت فلوس للأندية بنصف التسعينات، الأندية صرفت هذه المبالغ على الصفقات، ما صرفت على البنية التحتية. يعني أعتقد هذا الموضوع محتاج تحقيق. كانت فقط على دائما الأندية الإيطالية تبحث عن المواهب والكرة، بالفعل ولكنها همشت البنية التحتية. مشكلة البنية التحتية، أنت الآن تتحدث عن ملاعب عمرها 30 سنة، نعم يعني في نعم علم العمارة كوني مهندس، هذه يعني باقي لها 20 سنة تنتهي. أعتقد تمام المهندسين اللي يسمعونا يجوز يتفقون ويا بهاي الجزئية، يعني 50 سنة وينتهي البناء. فأنت صحيح ما باقي صحيح إذا ما ترمم الآن وما تعزز، ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة، ظل جائحة كورونا، صعب صعب جدا. فالحل طيب المثالي ما تبني ملعب، ترمم ملعب، أنا أشوفها أسهل. أفضل من هذه الناحية، ولكن يعني تبقى مسألة الاتفاق على الملعب الخاص بلاتسيو في المقام الأول أو ملعب بديل يحتوي
يحوي الفريقين حتى يتم إتمام موضوع الأولمبيكو. طبعا المسألة ليست سهلة على الإطلاق كما يظنها البعض، ولكن المقترح موجود على الطاولة، ولكن بما أن هناك أكثر من طرفين في هذا المنخرط في هذا الاتفاق، فبالتالي يجب على جميع الأطراف أن تتعاون من أجل أن يكون هناك ملعب جديد، وإلا سيكون فريدكن مضطرا لتقديم الخطة النهائية لمشروع الملعب، وطبعا مع جواتيليري وهو العمدة الجديد لمدينة روما مع المستشارين، حسب ما يقال في الصحافة الميول الرومانستية المتبادلة بين إدارة روما ومكتب العمدة في المدينة، فأعتقد أنه ربما يكون شيء من التسهيل إلى حد كبير. هذا معروف في الكرة الأوروبية وفي إيطاليا بالأخص، لكن المسألة في النهاية ستكون معلقة حتى نرى تحديثات أخرى بهذا الصدد. ولكن بما أنه وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أحب قبل ما أختم أني أشكرك سيف على هذه الحلقة الأولى، وإن شاء الله نستمر مع بعض في الحلقات المقبلة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك جون، وشكرا لكل مستمعينا على صبرهم علينا لحد هذا الوقت. بالفعل، إن شاء الله يا رب نكون دائما ضيوف خفيفين على قلوبكم ومسامعكم. أذكركم باللايك والكومنت، أعطونا آراءكم بحول هذه الحلقة والحلقات المقبلة. بالاشتراك، يا ريت الاشتراك أهم شيء، أنه تشتركون في هذه القناة حتى يوصلكم كل جديد عن الحلقات أولا بأول، والشير لأحبائكم إذا كانت هذه الحلقة والحلقات المستقبلية أيضا تستحق النشر. طبعا راح تلقون روابط روما كلاب إيراك موجودة في صندوق الوصف، بالإضافة إلى حسابي الشخصي أنا وسيف. في الختام، هذه تحيات كادر العمل وجون مالك جوناتي يحييكم، وإلى اللقاء. Grazie a tutti.